معتنا بنستناه. صحيح، احنا معاد بنتكلم عن الفتره دي خلال ادم وحواء، بس قبليها بيكون معاد معتاد مع السياحه والسفر. معانا بسام الشناع طبعا كاتب المصريات والمرشد السياحي، برحب بيك يا بسام، نقول لك صباح الخير. صباح النور عليكم وعلى عيون المصريين كلهم من على ضفاف نهر النيل الجميل. الله 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 الله، ايه الخيانه دي؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا بسام؟ كل اسبوع 20 بتسرق وتعمل معاك الانترفيو المقابله وبعدين بلاقيك كده، والمره اللي فاتت سمعت بتكلم على الفلوس. هنتكلم النهارده برضو على الفلوس. ينفع كده بس؟ لا، ما انا النهارده جايب لك، احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الخمسة جنيه، النهارده انا هنتكلم عن ال 100 جنيه. 100 جنيه يعني يا سلام، قدرك عالي يعني ما تخافش. تسلم تسلم. ربنا يكرمك. انا عايز اقول بالنسبه لنا كلنا على فكره، يعني لما بنبص شويه على الفلوس اللي في جيبنا، لو لقينا نص دقيقه ولا حاجه ان احنا نبص على الرسومات الجميله اللي موجوده على الفلوس، ما بتلحقش تقعد، ما بتلحقش تقعد الفلوس يا بسام، ما بنلحقش نركز. لكن الفلوس ما بتقعدش اصلا، الفلوس بتصير بسرعه. ما احنا عايزين بقى الناس ايه تبص بصه كده النهارده على ال 100 جنيه. عايز اكلمكم على الرسومات الجميله اللي انا بثني على الناس اللي رسمتها بصراحه، سواء كان البنك المركزي وفنانينه او المطابع بتاعته، لان بجد رسمين رسومات على الفئات الورقيه بتاعتنا يا جماعه على اعلى مستوى من الدقه والجمال. على ال 100 جنيه كالمعتاد في فلوسنا هنلاقي في وش بالانجليزي وفي وش بالعربي. الوجه ال 100 جنيه اللي بالعربي هنلاقيه عليه رسم مسجد، وده المسجد اللي بنطلق عليه مسجد السلطان حسن. طبعا السلطان حسن، طالما ذكرنا السلطان حسن يبقى ذكرنا هذا الجامع التليد الكبير جدا الضخم جدا الجميل جدا المشهور قوي اللي بيطلق عليه في بعض الاحيان هرم مصر الاسلامية، من كتر ما هو ضخم وكبير وفيه فن على اعلى مستوى. السلطان حسن يبقى احنا بنتكلم مماليك، بنتكلم 1356، وبه مش عايز اقول لكم كم الزخارف التحفة والاشكال الزخرفية، ومنها تيجي تخش من المدخل تلاقي المدخل يعني عالي جدا جدا وشاهق جدا ومبهر جدا مدخل المسجد، وفي أعلى البوابة هنلاقي حاجة يطلق عليها زخرف كده، هو إسلامي مشهور جدا اسمه المقرنصات. خلينا أقول لكم المقرنصات دي أنتم بتشوفوها كتير قوي، بس خلينا أشرحها لكم إيه هي. عارفين لما بتخشوا الكهوف أو لما بتشوف منظر أو فيلم أو حاجة زي كده بتلاقي الكهف نازل من السقف بتاعه نتوءات كده مدببة، زي كده حاجات مدببة نازلة من فوق كده في الكهوف عامة. منظر يشبه هذا أخده الفنان المسلم وعمل منه المقرنصات اللي بدأت تبقى موجودة في أكتر المباني الإسلامية. وإحنا داخلين بنلاقي أشكال هندسية، بنلاقي نصوص عربية بالخط الكوفي المربع، والمسجد ذات نفسه يعني به عدد من الممرات، وبتؤدي هذه الممرات الى فناء جميل قوي مفتوح كده، وجوه الفناء المفتوح دوت في وسطه في قبه جميله جدا فيها نوافذ، النوافذ دي رخرف فيها وحدات زخرفيه، وبيحيط بقى بالفناء ده ذات نفسه اربع ايوانات كبيره جدا جدا جدا، وفيها ايوان القبله. ايوان القبله ده هو المكان اللي بيبقى متوجه فيه، اللي بيبقى فيه المحراب اللي بيوجهنا الى الكعبه المشرفه، ربنا يا رب يكرمنا بزيارتها جميعا ويتقبل مننا. وبجانب المحراب بيبقى المنبر، ورا ايوان القبله في الضريح اللي لم يتاكد تاريخيا ان السلطان حسن دفن فيه، وده لان في حاله غموض في قصه وفاه السلطان حسن، لان حياته كانت، هو مات صغير، هو مات في العشرينات، فانا يعني تملي بقول ايه، بقول لو كان مات في العشرينات وده الانجاز بتاعه، اما لو كان كمل كان هيبقى ايه، سبحان الله. على الظهر بقى بتاعه باللغه الانجليزيه في وجه لتمثال ابو الهول الشهير بتاع الجيزه، وانفه المحطم، وجزء من الكوبرا او ثعبان الكوبرا اللي بيبقى على الجبهه جزء منه برضه مكسر، والدقن بتاعته اللي فيه جزء منها في المتحف البريطاني، وانا شفته في المتحف البريطاني في لندن جزء من دقن ابو الهول. اما بالنسبه بقى للشيء العجيب اللي عايز يعني اجذب انتباه الساده المستمعين اليه، ان انتم ماسكين ال 100 جنيه معايا دلوقتي وبتبصوا فيها وبتبصوا في وجه ابو الهول، تحت على يمين الناظر، يعني مش ناحية كلمة 100 جنيه بالانجليزي، لا الناحية التانية بتاعتها اللي هي يمين الناظر، يعني وانت ماسك الفلوس يمينك تحت هتلاقي في بعض الرسومات الهيروغليفية.
بالهيروغليفي اللي هي الكتابات اللي المصري القديم بص عليها على انها كتابات رمزيه مقدسه والفبائيه وهجائيه كانت بدايتها. الكلام الهيروغليفي اللي مكتوب ده يا جماعه تحفه. ليه بقى؟ كلمه منه اللي هي على الشمال هتلاقوا رسمه زي البومه كده، هي فعلا بومه وبحرف الميم، دي كمت، كلمه كمت اللي فيها البومه دي، وكمت يعني السمراء، وده كان اسم من اسماء مصر في مصر القديمه، كان اسم من اسماء وادي النيل الجميل والحته اللي الناس عايشين فيها كان اسمها السمراء، السمراء يعني اللي هي كمت بالهيروغليفي. جنبيها في كلمه ثانيه بمعنى الذهب الجميل او جمال الذهب، ودي بالمناسبه هي التسميه الاولى لاول عمله ذهبيه تتعمل في ايام الملك نختنبو الثاني. وبالمناسبه يا شباب نختنبو الثاني هو اخر ملك يجري في عروقه دماء مصريه. من يعني انت لما بتتكلمي على عهد الاسرات بتقولي رمسيس الثاني وتحتمس ومش عارف ايه والاسماء المشهوره دي. طيب اخر ملك مصري بقى حكم كان اسمه نختنبو الثاني، والراجل ده عمل عمله ذهبيه اسمها جمال الذهب او الذهب الجميل، ودي اول تسميه العمله عندنا في تاريخنا كله. يعني متخيله ايام رمسيس وايام خوف وايام خفر وايام منكوره ما كانش فيه عمله، ما كانش فيه فلوس، كان فيه مقايضه. جنب بقى الذهب الجميل هتلاقوا حاجه كده ملويه كده، رسمه ملويه كده لوحديها. الرسمه الملويه ديت هي الكلمه الهيروغليفيه اللي بتعني رقم 100. تخيلوا بقى يا جماعه رقم 100 مكتوب بالهيروغليفي على ورقه ال 100 جنيه. هل كلنا كنا نعرف ده؟ لا طبعا. ارجو ان ده يعني يبقى مفيد بالنسبه للناس، ان انت عندك مصر اسمها مكتوب على ورقه ال 100، عندك اول كلمه تعني عمله وده كان جمال الذهب او الذهب الجميل. يعني انت معاكي النهارده في جيبك كام ذهب جميل؟ يعني بدل كلمه فلوس او بدل كلمه عمله. وجنبيها الكلمه الشهيره اللي هي 100 او رقم 100، وبالتالي يبقى انت حطيت 100 وحطيت نفر ناب يعني الذهب الجميل اللي بيفكرنا على طول بالملك نختنبو اواخر ملوك نختنبو الاول والثاني اواخر ملوك مصريين حكموا مصر. بقى تبدا تحكم من غير مصريين لحد ما توصل لحد محمد نجيب رحمه الله عليه. احنا بنشكر بسام الشماع كاتب المصريات والمرشد السياحي. صباح سعيد. صباح الفل. وسلم لنا على جو ورواح وريح صباح النيل وانت هناك دلوقتي. احلى نيل، احلى نيل في الدنيا.